السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي، معكم سي 50 فلوق، فيديو جديد وموضوع جديد. كما كتعرفوا الخوت ديما كنبغيو نجيبو لكم شي حاجة جديدة اللي غنفيدكم بها، ماشي شي حاجة اللي غنديرو عليها فيديو صافي ما غتفيد بنادم ما والو. الخوت الموضوع ديال اليوم شوية حساس، علاش؟ فيه واحد شوية خطورة على بنادم، خصوصا صحاب سي 50، وأي واحد عنده سي 50 ما يمكنش ما يكون زلق بها ولا شي حاجة. غتزلق الرويده ولا كركينه حاجه واحده اخرى كتخبطك، راه بيكي ديال اللور كيكون هابط بزاف، محدور بزاف، كيخبط بنادم حيت شحال من واحد خبطو. وانا كانت طرات ليا وغاليوم في الصباح كاش محي هذا، بعيت انا موتوري عارف هاد العيبه هادي، انا عندي بيكي طالع، ديال لي واحد عيبه باش بيكي طالع هي اللي غنهضروا عليها اليوم، هذيك العيب واحد الشليده. انا اليوم كش موتوري كش عاطي لخويا واخد من عند الدري موتورو، موتور ديال الدري ما محيتش لي ديك الجلده، يعني بيكي بقى هابط بزاف. انا غادي بيه درت على اليسر، تشكيت الموتور شويه وتضرب لي بيكي مع الارض ودار بيا الموتور، كنت غادي نتخبط. ملي وقفت نعرف شنو هو المشكل، ونجي ونشوف نلقى البيكي مضروب مع الارض ومحدود بزاف، صافي. وطيع لي هذه الفكره هذه، حيت لي هو الجلده وطيع لي هذه الفكره، قلت غنوريها لخوتي تاهما باش يستافدوا. عيط ما قال لك لا تبغي نفسك، بغي لخوك وبغي لصاحبك وبغي شحال من واحد. المهم الخوت انا نوريكم دابا ديك الجلده كيفاش تحيدوها، وقبل ما نبداو الخوت نوريكم. راه كنبغي نشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم وعلى الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف. راه واخا نبقى نشكر فيكم راه ما غنوصفش لكم شحال، المهم راه بزاف وصافي. هانتوما الخوت، ها هو الدري معايا غيتشكي لي الموتور باش نوريكم. هانتوما الخوت كما كتشوفوا بيكي قريب الارض بزاف، بيكي قريب الارض بزاف. ها نشوف، شوف دغيا كيضرب في الارض، شوف يعني من تما اللي غدور واحد الدويره، وخا ما تكون تشكي الموطور واحد شويه غيتضرب لك الموطور مع الارض، فهمتوا الخوت؟ ها نشوف كيبقى بعيد على البوسبي. المهم بوسبي راه سوديتها ديك النار، راه طاح لي الموطور وسوديتها. المهم ما علينا، نكمل الموضوع ديالنا. شوف الخوت بوسبيا بعيدة على البيكي بزاف، احنا دابا ملي نحيدو الجلدة شو البيكي فين غادي يطلع. هانتوما احنا نوضو الموطور. المهم سبحوا لينا الخوط، راه ما كنمونطي لا فيديو لا والو، كنصورها بالتليفون، باقي ما كاينش امكانيات، باقي ما. المهم شوية بشوية راكم نتوما عارفين. تشكي لي الموطور لحظة، ها هو الدري معايا معاوني مسكين. هانتوما الخوت هاديك الجلدة راه ساهلة، راه أي واحد غادي يقدر يحيدها، هي هادي. هانتوما كتشوفو الجلده، هي هادي، هاي كاينه واحد التقايبه هنا كتدخل في هذيك الجلده، ساهل غتورك عليها بصبعك فحال هكا، هاهي تحيدات، هاهي، هاهي الخوت هاد الجليده هادي خابطه شحال من واحد، كما كتشوفوا، هاهي بلاصتها، هاهي الثقبه اللي كتكون فيها، هي هادي، كتدخل في هاد العيبه، هادي. المهم ما علينا الخوت. هانتوما غتشوفو ملي غنطيحو البيكي، شوفو فين غادي يوصل. هانتوما سمعتو الطاق، يعني البيكي تضرب ليا مع البوسبي، شوف يعني ولا واحد الفرق كبير، بيكي طلع على الارض بزاف. هانتوما شوف شحال ديال الفرق باش طلع بيه بيكي، يعني مقارنة مع الاول كان البيكي فحال هكا، يعني راه شوية مع الارض، اما دابا طلع بزاف، يعني لو خا تشكي الموطور ما عندك مناش تخاف كاع ما يطيحك ولا شي حاجه. المهم الخوت انا غندير واحد اللعيبه هنايا، حيت البيكي كيبقى يضرب ليا مع هنا، هانتوما الشا تحفرات هاد اللعيبه، غندير لها شي حاجه باش البيكي ملي يضرب يبقى فحال هكا. المهم الخوت هاد هي الحلقه ديال اليوم، كما كتشوفوا هاد الجليده خبطات شحال من واحد وكانت غتخبطني انايا الصباح. المهم الخوت هاد الشيء اللي كاين اليوم، كنبغي نشكركم بزاف بزاف، وما تنساوش جيم وبارطاجيو مع العشرين ديالكم وشي كومونتير زوين باش خليونا نكملو. شكرا لكم بزاف، وشي ابوني الا كنا نستاهلوها، ونتمنى نكون فتشكم بشي حاجه وما باش دويت وصافي. وهادشي اللي كاين اليوم الخوت، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ومعلومه جديده، و ان شاء الله وليا فريوسكم، ما تنساوش شي ابوني الخوت. كنشكركم بزاف، معاكم سي 50 فلوق، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.